يعني حاجة بداية مبشرة. يعني دايما لما بنلاقي البدايات يعني غير كده، ما خليني ما اقولش يعني تفاصيل اكتر او يعني امور تانية، ولكن بتبقى ان اللي مسك بيرحب باستفادة بكل الاسرة، تبقى حاجة كويسة. غير لما بتدي البداية باقصاء الجميع وانه لا انا مش انا اللي بفهم وانا اللي هعمل كل حاجه، بتبقى بدايه بيظنها البعض انها بتبقى يعني هي دي يعني البدايات الجيده، ولكن بالعكس اللي حضرتك بتقوله ده هو بدايه المشوار الاكيد اللي ان شاء الله كله نجاح. يعني احنا مش بنبص لورا، احنا بنبص لقدام، واي حد هيشتغل معانا وهيحط ايديه في ايدينا هنرحب بيه اكيد 100%. نعم، ودي لقطات من الجمعيه العموميه كانت يوم الاحد اللي فات، هي اجريت في مقر اللجنه البارالمبيه المصريه. مظبوط بجانب حمام السباحه. دي صوره قديمه مع معالي الوزير عمرو فاروق، ودي قديمه لحضرتك. طب دي برضو في الجمعيه العموميه. طب كابتن خليني اقول ان هو نخش بقى على تقييم الوضع. انت دلوقتي عندك 11 اتحاد، 11 اتحاد تقريبا اغلبهم بيشارك في الاولمبياد. شايف الوضع ايه؟ تقييم الوضع قبل ما نروح لخطتك، انت مقيم الوضع ازاي؟ هو بصراحه يعني احنا في خلال الفتره اللي فاتت وفي خلال يومين اللي ابتدينا اللي بعد النتيجه بعد الانتخابات مباشره، ابتدينا نعمل حاجه بيسموها كده تحليل للفجوه. بالظبط، يعني احنا بنعمل حاجه بيسموها جاب اناليسيس، وشفنا طبعا في اريا فيها محتاجه انها تبقى يعني نقويها. يعني اللي هي اللي اول حاجه الكوادر، يعني كوادر مؤهله تشتغل في هذا المجال، كوادر يعني عددها محدود جدا. يعني المدخل بتاع الرياضات البارالمبيه هو التصنيف، احنا عدد المصنفين اللي بيشتغلوا في هذا المجال لا يتعدى 2-3 المؤهلين. خبر ابيض، احنا عندنا عدد قليل جدا، مصر مليانه كوادر. 15 رياضه بارالمبيه، فتخيل 15 رياضه بارالمبيه بس بيشتغل في مجال التصنيف او 2 أو 3، فمعناها انه النهارده لو انا بصنف اللاعب تصنيف خطا هيوديني في نتيجه غلط، لو انا بصنف اللاعب تصنيف صح هيوديني نتيجه صح، بالاضافه لعداله المنافسه. فالنهارده لو انا التصنيف هو المدخل بتاع الرياضات البارالمبيه، خلي بال حضرتك، انا اسف انا بقطع حضرتك، بس موضوع التصنيف ده مهم جدا، لانه التصنيف على حجم الاصابه او حجم الاعاقه اللي هي بتتعرض ليها، فانت محتاج اللي يقدر يقيم هو يقدر يلعب في اي ليفل، لان طبعا اللي اعرف ان هي ليفلات الاصابه بالزبط. او الاعاقه بتبقى ليفلات. طب التصنيف ده هتعمل فيه ايه؟ احنا بقى يعني ابتدينا نفكر ان احنا نعمل حاجه اسمها الاكاديميه البارالمبيه المصريه. نعم، نربطها مع الاكاديميه العالميه في اللجنه البارالمبيه الدوليه. طلبت منهم دعم يا دكتور او هتطلب دعم؟ اكيد، يعني انا برضو يعني الاول لان احنا بنحط المشروع، واوريدي المشروع احنا يعني مجهزينه قبل الانتخابات. نعم، والمشروع جاهز انه النهارده بالتمويل بالموازنه بتاعته، وهنبتدي نتواصل مع اللجنه البارالمبيه الدوليه علشان نبتدي نعمل نوع من انواع التعاون او بروتوكول التعاون معاهم، بالاضافه طبعا ان احنا هنتعاون مع الاكاديميه الاولمبيه في مصر، هنتعاون مع كليات التربيه الرياضيه، هنتعاون مع مديريات الشباب والرياضه، هنتعاون مع الجامعات، بعض الجامعات الامريكيه زي مثلا جورج ستيت يونيفرستي. ده هنعمل الكلام ده، هيبقى فيه منهج واضح لتأهيل مش بس المصنفين، مصنفين ومدربين واداريين كوادر كلها والحكام كلها في الكوادر دي، بمنهج محدد على مدار السنه. هتبقى الاكاديميه يعني هيبقى لها، اعتقد انه هيبقى لها هي هتبقى هي الفريده من نوعها في مجال في منطقه الشرق الاوسط.